السلام عليكم. انا بقرا السكريبت قبلها بيوم بالليل. بفرح قوي لما وانا بقرا السكريبت الاقي ان موجود معايا زميل مثلا انا اشتغلت معاه قبل كده او احنا عارفين بعض بشكل شخصي. وبفرح اكتر لما اقرا السكريبت فالاقي اللي موجود معايا وجه جديد. مش هكذب عليكم، وانا بقرا الاسم ما ركزتش قوي او ما قدرتش اربط الاسم بالصوره. رحت داخله على جوجل شفت مين الجميله اللي معايا، اول ما شفتها قلت لها يخرب بيت جمال عقلك وتمثيلك. كنت لمحتها في مسلسل رمضان اللي فات الفتوه مع زميلي ياسر جلال. اول ما شفتها قلت مين المجرمه دي، ممثله عبقريه، طراز خاص جدا، الحياه مش شبه حد. انا مرات بيختلط عليا الامر لان ما شاء الله ولادنا الجداد المبدعين الجدد يعني كتير، فساعات الاسامي ما بتركزش وساعات بقول هي دي اللي كانت في ولا لا، لان احيانا بيبقوا شبه بعض شويه. الكتكوته بقى اللي معايا النهارده متميزه ومتفرده وملهاش شبه، ومن اول ما شفتها والله في اول مشهد شفته لها في الفتوه قلت البنت دي هتبقى ليها خانه كده بتاعتها وهتبقى بصمه كويس قوي والناس هتبتدي تتابعها جدا لانها حقيقي شاطره وحقيقي مميزه. وانا اتفرج عليها قلت الموهبه دي اكيد اشتغلت مسرح، لان تركيبه الفنان اللي بيشتغل مسرح بيبقى عامل تفاصيل في الدور، فهي عامله تفاصيل مرعبه. معانا غفران محمد. ربنا يخليكي، انا مبسوطه جدا ان انا معاكي. انا عايزه اقول لك ان انا بحبك جدا جدا جدا، وميرسي على التقديمه الهايله دي. انا مبسوطه جدا ان ده راي حضرتك اصلا. انا مش بجامل خالص، وانا بحب الشطار وبيشدوني جدا وبيلفتوا نظري جدا جدا. فانتي شاطره قوي قوي. حتى المشهدين اللي عرضناهم لك من مسلسلين مختلفين، انتي اتنين مختلفين، تون صوتك، ملامحك، تقطيع جملك، وده الممثل الشاطر. فانتي شطوره خالص، وهيبقى ليكي وجود كبير قوي ومهم يا غفران. ربنا يخليكي جدا، انا مش عارفه ارد اقول ايه، بس ميرسي جدا. يعني دي شهاده كبيره بصراحه من حد زي حضرتك ده بجد. صدقا انا مش بعرف اجامل يعني، بس ممكن يبقى اللي بحبهم قوي او شايفاهم حلوين لازم اديهم حقهم. ربنا يكرمك يا قلبي. طيب مين غفران محمد؟ غفران محمد طالبة في المعهد العالي في المسرحية في سنة تانية. أنا اسكندرانية. أوبا. جيت من اسكندرية من 2015 أو آخر يعني قضيت هنا 2015. كنت أنا مطربة أصلاً. الله. كنت جاية عشان كان في شركة إنتاج كبيرة هتنتج لي ألبوم. كمان؟ يعني إحنا كمان مش بس ممثلين، ده إحنا ممثلين شاملين بقى. لا ده أنا كنت ساعتها بقى شايفة إن أنا يعني أنا كنت ساعتها بقول أنا ما أعرفش أمثل، ورافضة تماماً إن أنا أشتغل على الموضوع ده. أنا عايزة أغني، أنا مطربة بس، مش عايزة أعمل أي حاجة غير كده. بعدين حضرت كذا مسرحية فحسيت إن أنا عايزة أعمل زيهم، أنا عايزة أعمل ده. فكان في ساعتها شو كبير اسمه تياترو ميوزيكال. كنت انا من الناس اللي فيه، فالبروفات الرقص والتمثيل والغنى ابتديت احسس ان في حاجه ناقصه انا عايزه اعملها. فاخدت ورشه تمثيل، وبعدين حسيت ان انا عايزه اقف على المسرح ده، انا عايزه ابقى واقفه هنا، يعني انا عايزه اشوف الناس من الحته دي، وعايزه اعمل حاجه يسقفوا قوي. الله. فقدمت في المعهد العالي في المسرحيه واتقبلت. وكان في نفس التوقيت كنت شركه فنون مصر كانوا بيعملوا فيلم ميوزيكال، كنت انا من اول الناس المنضمين ليه. وبعدين استاذ تامر حمزه المخرج الجميل اللي انا بعزه جدا، هو بصراحه اللي اكتشفني، يعني ما كانش شايفني مثلت حاجه قبل كده، بس هو قرر ان هو يقعد معايا قاعده ويسالني بتعرفي تمثلي؟ قلت له انا مجنونه بالموضوع ودايما الناس بتسقف، فعايزه احس هم بيسقفوا لي، انا عندي ايه مختلف، انا عايزه اشوفه. فكانت اول حاجه الاب الروحي اتنين، دي كانت اول حاجه عملتها. كنت لسه في المعهد؟ كنت دخلتي المعهد؟ كنت لسه داخله المعهد، يعني هما الاثنين حصلوا في نفس التوقيت، يعني اتقابلت في المعهد وانا باول يوم تصوير هنا في المسلسل.
بس غريبة ان يبقى الغنى شدك في الاول وبعدين تسيبي الاسهل واللي بتجيب فلوس اكتر وتروحي المسألة الشاقة جدا المرهقة جدا المتعبة جدا. انا بحب الغنى جدا جدا، يعني بقدر اعبر بيه عن حالتي لما بكون متضايقة، لما بكون فرحانة، بتلاقيني اوقات كده فاهم ماشية في البيت عمالة اغني بحزن قوي، اوقات تلاقيني ماشية عمالة ترقص في البيت كده، فانا بحبه جدا وهو حبي ليه ما اختلفش خالص. بس تمثيل في حاجة لقيتها فيه انا مش عارفاها، بس بتحسسني ان انا بلبس حد تاني غيري، فبعيشه بقى عايزه اشوف الدنيا من طريقه هو بيبص ازاي، بيعمل ايه، هو بيفكر ازاي اصلا، حاسس بايه دلوقتي. فالموضوع بيبقى مرهق قوي في الفتره بتاعه التحضير، بس اول ما تقفي قدام الكاميرا كده بتحسي كانك يعني في حاله، في عارفه كان حصل حاجه سودة كده. احيانا ما بفتكرش وانا بعمل مشهد، يعني احيانا حصلت لي كذا مره ان في مشاهد يعني بعد ما المخرج قال كات انا فجاه بصيت حواليا كاني فعلا انا في حته تانية، انا اتفصلت تماما. فالاحساس ده ما بلاهوش قوي في الغنى، بيبقى عندي في التمثيل، خصوصا ان انا بقدر، لان الغنى انا بعبر عن من الكلام واللحن من خلالي انا بتجاربي انا، لكن في التمثيل انا بعيش تجارب ناس تانية، فقد ايه هو الموضوع ممتع يعني. ومفيش مانع ممكن نمارس كمان غنى، لان في زميلات كتير ممثلات يعني يمكن في اعتقد مش من جيلك، من اكبر منك شويه يعني، ألتن عامر جاي تغني في لقاء الخميسي، لقاء سويدان دول اكبر منك شويه، في أميرة فتحي، يعني زميلات كتير ممثلات بيجربوا في الغنى، فأنت أيوة. ممكن بعد شوية مفيش مانع تجربي، أو ممكن دور يجيلك. هو حاليا في حاجة زي ده، يعني في دور بالطريقة دي بغني فيه، بس أنا يعني إحنا لسه بنقرا الورق ولسه بنعمل بروفات وكده، فيعني مسرح ولا دراما تمثيلية؟ لا دراما دراما دراما. عايز أقول لك أنا شخصيا مستنياكي من دلوقتي في رمضان، يعني يا رب إن شاء الله. عايزين إن شاء الله بإذن الله. بدايتك قلتي لي كانت الأب الروحي، والأب الروحي كان الحقيقة يعني تفريغ كتير لنجوم شباب بقوا موجودين على الساحة بشكل قوي جدا جدا دلوقتي. ده حقيقة. ايه الدور التاني بعد الدور اللي قدمك اللي حسيتي ان لا ده الناس ابتدت تقول الله، لا احنا عايزين نتابع البنت دي؟ سكر في الفتوة. الفتوة. سكر. سكر دي يعني من اقرب الحاجات للقلب. اسمحي لي اشكر المخرج استاذ حسين المنباوي طبعا، هو جدا جينا. واشكر المؤلف استاذ هاني سرحان، لان انت الحقيقه اختيار شديد التوفيق، واعتقد انت سمعتي كلام حلو اكيد منهم بعد كل مشهد. انا يعني سكر كانت بدايه احس ان الناس متابعيني، بدايه احس ان الناس بتقول البنت دي ممثله، رغم ان انا قبلها عملت حاجات كتير، بس كنت لسه ما طلعتش من جلدي، يعني لسه ما شافوش الحاجه اللي هي بنت كيوت بطلعه بنت كيوت، فما عنديش المساحه اللي تبين الامكانيات. فسكر استفزني جدا، يعني انا كنت مثلا بقعد ساعه قبل ما انا ما فيش ولا مره دخلت اللوكيشن بشكلي، لدرجه ان الناس كلهم اللي ورا الكاميرا ما كانوش عارفوا شكلي. انا كنت بخش على الكرفان على طول ساعه بقى فحم رش باجهزه، كنت قص ضفري تماما، بقعد اعمل في الارض كده عشان هي مش نظيفه، مش نظيفه، وهي كنت باكل جنب الحمار بجد، ما بخش كرفان، اول ما ابتدي اول مشهد ما بدخلش كرفان، بخاف افصل، فقاعده على الارض وماسكه الجلابيه وعامله وقاعده عامله كده وباكل، يعني مش عايزه اقوم، انا خايفه افصل لحظه. انت عارفه ليه انا شكرت المخرج والمؤلف؟ لان لو انا شفتك، لو انا بعمل كاستنج شفتك كده انت شديده الانثى وجميله جدا، فانا مش هيجي في دماغي ان البنوته القمر دي هتبقى الناس بيختلط عليها دي راجل ولا بنت. مش هيجي في دماغي. فهم الحقيقه شطار جدا، ان عينيهم كانت من خلالك واسعه جدا في ان هم يختاروكي لدور زي ده. هو استاذ حسين بيحب يفكر دايما في الحاجات اللي يعني، هو احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا ودخلنا في الديتيلز بتاعتها وقعدنا نتكلم وهنعمل كذا وعايزك تحطي لينسز غامقه عشان عينيكي ما تبانش فاتحه وهنعمل، قلت له انا معاك، يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انا احول شكلي 180 درجه، لان انا اخيرا هعمل حاجه، الفرصة مش بتتكرر كتير بالظبط، يعني مش اي حد هيقدر يحطك في الحته دي، لانه في الاول في الاخر ممكن يجيب مثلا بنوته التايب بتاعها كده اكتر، فيخاف يحطك انت فيه لان انت ممكن ما تعرفيش تخني صوتك، وانا طبعا الغنى مساعدني طبعاً. فبعرف اغير التون بتاعي طول الوقت، يعني من بنت رقيقه قوي لبنت بتزعق قوي لواحده شريره، فالحمد لله دي حاجه بحس انها يعني وماشي تروحك كمان واسعه، يعني انت انا شفت رياكشن بس كان كادر ثابت، قلت لك الشخصيه دي شخصيه شريره ساره، قلت لي جدا من نظره من رياكشن كان واضح جدا ساره. انا بيجي لي رساله تهديد من ساره بجد، يعني انا بيجي لي رساله، وكنت من كام يوم داخله ماكدونالدز في ولدين صغيرين جروا بجد جروا، ده مسلسل جمال الحريم
اوه هو بقى ده عامل قلبان سحر اسود وانا بقى طالعه بعمل من اول مسلسل يعني نور حبيبتي وجه لها رساله جدا انا طالعه مبهدلاها في المسلسل ده سحر اسود يعني فطالعه بقى طول الوقت بعمل مشاكل يعني بعمل مشاكل مع ناس كتير باذي ناس كتير مؤذيه هي شخصيه منال الصيفي هي المخرجه استاذه منال الصيفي دي حبيبتي منال عظيمه حبيبتي والتاليف استاذه سوسن عامر عظيمه ومجرمه لانها برضو خرجت بره الصندوق جدا بالفكره لا والمسلسل الحمد لله الناس كتير عامل جو رد فعل عظيم يعني انا بس عندي مشكله في حاجه ان الناس فعلا بتخاف مني في الشارع يعني ده نجاح كبير ده نجاح كبير بس احنا اقول لهم عايز اقول لهم انا طيبه ما حدش يعني لقيت ولدين كده حوالي 15 سنه جروا فلا عايزه انادي عليهم تعالى بس هنا انا مش مؤذيه ولا حاجه وبعدين في ناس مقتنعه فعلا ان انا بعمل عمل ففي ناس بتدعي بجد وفي ناس بتبعت لي مسج ان هم يعملوا فيا اعمال زي ما انا بعمل وباذي فانا بقالي كام يوم اللي هو انا فعلا مخضوضه يعني انا مبسوطه جدا هو حاجه بتضايق بس الناس لازم تفهم احنا يعني انا مش متضايقه خالص خالص بالعكس انا مبسوطه ان هم فعلا وصل لهم ده بس انا مخضوضه اللي هو انتوا بتكلموا بجد يا جماعه انتوا يعني ده اسمه مسلسل فانا بمثل بس هم مقتنعين تماما ان فعلا انا شخص شرير مؤذي تماما طب ما لازم نلحقهم بدور بقى يكون فيه طلع ملاك بجناحين رومانسي بقى عايزين نعمل دور رومانسي بقى يا سلام سينما بقى بما اننا قلنا رومانسي اخبار الحب والمشاعر في حياتك ايه؟ انا بحب شغلي قوي قوي مش حاسه ان انا دلوقتي يعني قادره ان انا ادخل في حاجه زي كده لان حاسه ان هو يعطل بصراحه فانا انا حمل تور يعني معقلين شويه فانا يعني بحبه جدا وحرام ان حد يكون موجود دلوقتي هياخد مني كميه طاقه مش طبيعيه مش لطيفه لا وهيقول لي جنان بقى وسايكابا وانت يعني حضرتك عارفه احنا مجانين مش هتستحمل الجنان يعني بالظبط مش هيفهموا ده خصوصا بقى لما يبقى ممثله يعني طب ايه اكتر رد فعل ما تنسيهوش من حد ان شاء الله يكون حد يعني مش لازم يكون نجم كبير مثلا قال لك انت عظيمه او رد فعل انت مش ممكن تنسيه حد استحسن ادائك استاذ رياض الخولي في اللوكيشن انت جبتي سيره استاذ الاساتذه طبعا فلما استاذ رياض يشاور على حد قال لي انت مجرمه قال لي خدي بنت هنا انت مجرمه فقلت له ربنا يخليكي يا استاذ وقال لي لا 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 انت مش طبيعيه انت في المسلسل هناك في الفتوه لا ما فكان بالنسبه لي انا يعني كان ساعتها المسلسل بيتعرض وكده وانا حسيت في الاول كده اللي هو خدي يا بنت هنا فانا فضلت واقفه كده انا عملت ايه غلط فاهم فاتخضيت وبعدها ابتدت تجي لي بقى مسجز من ممثلين زملاء لينا يعني جي لحضرتك الاقي زميله ليا بتقول لي الاستاذ بعت لك سلام بيقول لك انت شاطره فالموضوع في الاول طبعا ربني جدا لان انا كنت حاسه ان انا لاول مره اتشاف بعدين بقى استاذ منال شافتني في الفتوه شافتني في الفتوه فانا كنت بعت لها قلت لها استاذه منال انا غفران عملت كذا كذا وحابه ان انا اشتغل مع حضرتك قالت لي انت فين انا بدور عليكي الله فروحنا قعدنا مع بعض فهي قعدنا نتكلم كده وقالت لي انا عندي دور كذا ودور كذا ودور كذا وانا شايفاكي في كذا قلت لها بصي يا استاذه منال اي حاجه جديده انا اوعدك ان انا مش هخذلك لان انا قالت لي بنت بلدي كده شعبيه قلت لها يا ريت انا نفسي اطلعلك الاسكندرانيه بقى وافرش الملايه ويلا بينا بقى الله قالت لي حلو بتاع بعدين بصيت لي كده راحت جايه باصه لحد من الانتاج قالت لهم ادوها دور ساره انا ما اعرفش مين ساره ففجأة جه أستاذ فتحي إسماعيل المنتج الفني قال لي بصي يا ستي بقى سارة بتعمل كذا 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 ففضلت عاملة كده اللي هو الله بجد قال لي هو تاخد الورقة رحت واخدة الورقة على طول بقى وعلى طول الأكتنج كوتش بتاعي من يوميها من داي 1 لحد آخر يوم تصوير أنا كل يوم موجودة عنده أنتِ دايماً بتستعيني بمساعدين من أول مسلسل من أول مسلسل من أول مسلسل مفيد المسألة دي طبعاً طبعاً في التفاصيل أنتِ ما بتكونيش شايفاها انت يعني حضرتك الطبيعيه لما تقفي قدام مرايه مش هتمثلي قدام مرايه دي حاجه عندنا غلط مش هتمثلي قدام مرايه بس لما يكون معاكي اكتنج كوتش في ديتيلز دي شغلته فانت مهما كنتي موهوبه لو ما فيش حد اداكي حاجات من بره تاخدي بالك منها بس لازم يكون دارس تمثيل بالظبط طبعا طبعا انا كل شويه بكون مع مدرب مختلف بحب اخد مدارس مختلفه برافو عليكي عشان تنوعي حتى مصادر اللي بتاخدي منها بالظبط بس كان اخرهم استاذ ياسين العصامي وهو حقيقي انا بشكره جدا لان هو احنا قعدنا 5 شهور انا ما بنايموش حتى وانا في اللوكيشن اقول احنا عملنا تفصيله معينه في كذا فاستاذ منال ضافت مشهد فضافت كذا خد بالك اعمل كذا يقول لي اعملي كذا اقول له طب تمام يعني طول الوقت على تواصل ما بنقطعش مع بعض خالص فرحانه بيك يا غفران قوي ومتشرفه جدا ان انت دخلتي معانا بقيتي زميله عظيمه وان شاء الله اللي جاي بالنسبه لك كتير
حلو قوي ان شاء الله. ان شاء الله. ويا رب كده اقابلك ان شاء الله تاني وانت محققه اكتر من اللي بتتمنى. ونشتغل مع بعض بقى. يا رب. اتشرف ليا طبعا. اتشرف يا حبيبتي. ثانك يو. ميرسي جدا يا غفران. حبيبتي ميرسي لحضرتك. الله يخليك. للاسف الفقره دي خلصت، استنونا الفقره الجايه. الفقره الجايه بقى بناء على طلب حضراتكم. راجعين على طول. أصحابي اللي معايا دلوقتي كانوا معانا في فقرة من أسبوعين ثلاثة كده، وفوجئنا إن في اتصالات كتير جدا. من فضلكم هاتوهم تاني ويعرضوا موديلات جديدة ويدونا عروض جديدة، لأن كانوا الحقيقة يعني عرضوا شوية منتجات في منتهى الروعة ومختلفة، يعني مصانع مختلفة، وفي كمان شغل عندهم مستورد من بره، وعندهم تنوعات كتير واسعار. ده بقى الحقيقه لفت نظر الناس، ان ممكن اي شاب وبنت عايزين يتخطبوا حقيقي بمنتهى البساطه يشتروا شبكه شكلها في منتهى الروعه وسعرها على قد امكانياتهم جدا جدا. وده اللي حصل، وهنسمع منهم بنفسهم. بيشرفني ان يكون معايا النهارده ابن منطقتي شبرا اجدع ناس، الأستاذ مايكل سامي صاحب محلات سامي للمجوهرات، وكمان معانا الأستاذ بولا هاني مدير التسويق. أهلا وسهلا. يا مايكل، إيه القلبان اللي أنت عملته في جمهورية شبرا ده؟ احكي لي. من بعد ما طلعنا في الحلقة الناس سمعت الأسعار، هجوم بقى. والهجوم كان على يعني على إيه بالظبط؟ لا على كل حاجة بصراحة. ما شاء الله. الشبراوية أصل لا بيقدروا الحاجات والشبراوية كمان شطار جدا في الشراء، فمش هيروحوا غير لما يبقوا يعني عارفين. صفقة مميزة بالظبط. يعني الله أكبر، ربنا يا رب يحميك. ناس قالت لي إن المحل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الناس ابتدت وتستثمر كمان، لأن أنت اتكلمت على مسألة الاستثمار في الذهب. بالظبط. إن اللي معاه قرشين قيمة الفلوس بتقل، لكن الذهب بيطلع بتزيد. وعلى فكرة زي ما حصل بعد ما كنت معانا قلت لي الذهب هيغلى. بالظبط. يعني الحمد لله. الحمد لله. توقعاتي موجودة. توقعاتك مظبوطة. طيب قول لي بقى ايه العظمة وايه الحاجات الشغل العبقري واللي في منتهى الشياكة والرقة اللي انا بجد يعني انا بتوه. النهاردة بقى احنا فكرنا ان احنا في الشبكات، فاحنا لازم نجيب حاجة ايه؟ تبقى ايه؟ يعني رخيصة، يعني أول طقم ده كده. كنت لسه هسألك الأسعار. يا لهوي يا جمال. ده أغلى طقم فيهم، أغلى طقم عندنا النهاردة ده بحوالي 18,000. بس طب وحياة المصحف ده لو لا ده ايه الرقه كمان دي؟ ايه الرقه دي؟ وده معاه كمان، استنى ده معاه حاجات تانية، معاه الاشوره والخاتم بتاعته، حاجته كلها. عشان مش باينين اصلهم في اهو، ممكن نفك لا لا اهو خاتم اهو باين بالاسوره، خاتم واسوره وكوليه وحلق. فين الحلق؟ حلق مش معانا. مش معانا بس ليها حلق بنفس ليها الشكل. حلق اللي عايز الحلقه بياخده واللي مش عايز الحلقه ما بيجيش. لا عايزينه. لا مش عروسه تقول مش عايزه حاجه. العروسه تاخد الطقم كامل. تحفه وروعه وشبكه عليها القيمه، يعني تشرف الحقيقه. طب ايه تاني؟ والاولاني خالص ده مثلا ده؟ لا اللي باع الاولاني خالص ده اللي هو هناك ده ده مثلا في حدود 14,000 طقم كامل. تحفه برضو كامل حلقه وانسيال وخاتم وحلقه. يا جماعه وحياة ربنا، ده احنا نشتريهم اكسسوارات. بالظبط. اقول لك في حاجات فضه بتعدي. يعني بتعدي ال 4 و 5000 جنيه بس لما تيجي تبيعيها لا ولا ليها لازمه ولا ليها معنى وفضه. لكن لما اشتري ذهب بالرقه دي، يعني الحياة الميزه عندكم ان الشغل بتاعكم شيك قوي. ربنا يخليك. يعني لا شبرا طبعا، الذوق الفن كله في شبرا طبعا. طيب وايه بقى بلتة الخواتم دي كلها؟ الخواتم بقى دي بتبتدي من اول 1000. من 1000؟ من 1000. عيد الام جنيه. وعيد الحب قربوا. عيد الحب قرب. ب 1000 جنيه اقدر اشتري خاتم ذهب؟ بالظبط. الله. احنا كان معانا الاسبوع المره اللي فاتت لما جيتوا دكتوره دعاء سهيل. بالظبط. وكانت في الفقره اللي بعدك، اول ما قالت لك انا قاعده وانا بتفرج هاخد الخاتم ده. حتى انت قلت لها طب حضرتك تقيس، انا هاخده. يعني فالحمد لله طلع مقاسها. الحمد لله. الخواتم دي، طب كلمني شويه عن الخواتم دي بقى. يعني الخواتم دي فيها منها اسعار كتير، يعني في منها اللي ب 1000 واللي ب 1500 و ده عيار 2000. ايه؟ عيار 18. طب وده مستورد ولا محلي؟ لا ده محلي. ده محلي؟
ده انتاج مصر؟ ده انتاج مصر يا جماعه. تحيا مصر، الانتاج المصري مشرفنا وحياه ربنا. ايه الرئه دي؟ احنا منافسين يا جماعه، احنا كده بننافس. احنا منافسين حقيقي بجد. حضرتك لو بتبص على الخواتم في المجموعه دي، لا بس دول تقال بقى شويه، في حاجه تقيله شويه. اوبا، في خاتم الحقيقه ملفت، ملفت للنظر. استنى بقى، يعني مش ده هو برضو روعته، مش يعني هو جزء فصوص، يعني الروعه بتاعته مش باينه الحقيقه غير لما تشوفوه بعينيكم. ده عبقري عبقري. و وانا ليه ما باجيش عندكم كتير؟ هتيجي تشرفيني؟ لا لا، اصل انت جنب بيت والدتي، يعني فشبرا، يعني فالمفروض اعدي على طول. لا حاجات الله، والالوان كمان. لا ده مش زي ده، ده افتح شويه. الوان مختلفه، هتلاقي حضرتك الموف وال دول بتهيألي تقال شويه، بس في حاجات رقيقه قوي، حاجات ناعمه جدا جدا، يعني فرنجي برضو 2000 3 ونص برضو كده، مش تقال قوي. دول الكبار. لا في حاجات كمان ناعمه قوي 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 جدا. اهو ده بدل ما فعل الاكسسوارات والغباء بتاع الاكسسوارات. طيب نحوش ونجي لكم. حوش واجي اخد حبه. طيب ايه تاني؟ في الاساور. الاساور والاساور دي بقى مثلا، مش مشكله، دي كده اللي هي دي مثلا، دي اسوره واحده؟ الاسوره الواحده دي حوالي 4000. ثقيله ثقيله، اسوره بالشكل ده في منتهى الروعه والرقه. 4000. لا رقه ما حصلتش. وده كمان ده موضه جدا. فان كليف. الاساور دي برضو بتلبس على الساعات، بتبقى حلوه قوي، الناس بتحب تلبسها على الساعات. يا جماعه الهدايا فرصه، ولسه يعني بقول لكم ايه، هناخد من عندهم خصومات لبنت البلد طبعا. يعني اهو في مبادره للعرايس، بتقول لي شريهان صاحبتي رئيس تحرير، فبتقول لي في مبادره ان العروسه اللي هتيجي تاخد طقم عندنا، الاطقم بتبدا من اول 10000. قلنا عشان ايه؟ يعني يناسب كل الرنجات. تمام. طقم كامل هتاخده ب 10000 بخاتم بانسيال موجود بحلق طيب، وكليه طبعا. ده بيبتدي من 10. بالظبط، احنا كنا عاملين مع حضرتك المره اللي فاتت خصم 30% على المصنعين. اي عروسه ليها خصم اضافي كده كده، يعني لو جت قالت لك انا عايز طقم ده، يعني لو جت انسان عاديه زيي هتاخد 30%. لكن لو عروسه، طبعا ده عشان يعني العريس احنا حاسين بيه ولازم نراعي ظروفه، هتاخد خصم اضافي. بالظبط، دي ليها، بيبقى ليها خصم اضافي. طب هتيجي لوحدها ولا تيجي هي وعريسها عشان ضمان ان هم مكتوبين؟ لا يجوا هم الاثنين عشان يفرحوا الاثنين، يجوا يشرفونا. تمام جدا جدا، تحفه والله، حاجات ما شاء الله. طيب لازم نبروز بقى الجملتين دول. بصوا يا جماعه، علشان مايكل بيعز جدا بنت البلد، وبيعز جدا جدا مشاهدات بنت البلد، فقال لك ايه؟ قال لك ان في خصم 30% على المصنعيه لمده قد ايه؟ احنا هنستمر فيه لغايه اخر الشهر ده. اخر الشهر قرب. طب ما ناخد يومين من شهر فبراير كده. لا ناخد اسبوع عشان الفالنتاين، لحد اول اسبوع في شهر فبراير. الله يبارك لك. طيب يا جماعه، من دلوقتي لاول اسبوع في شهر فبراير في خصم 30% على المصنعية، أي حاجة تاخدوها، أي حاجة 30% خصم على المصنعية. لكن لو عروسة بقى هي وعريسها رايحين ويشتروا شبكة، العروسة هم كمان هيديلها هدية من عندهم، خصم إضافي. هتعرفوا بقى هناك وهي في وتقول لنا إيه الخصم الإضافي اللي خدته. بالظبط. من دلوقتي لحد أول أسبوع شهر فبراير عشان الفالنتاين وعشان عيد عيد الأم. طيب النهارده بقى جبت لحضرتك بقى كمان الانسيال اللي هو ايه؟ 750. يا انسيال ب 750 جنيه؟ يعني مفيش حجه بقى، ده عيد الحب بقى، ده عشان عيد الحب فعلا. حبيب 750 جنيه؟ لا اشتري حاجه ذهب. دي عينه كده منه. الله 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 على الرقه والجمال. بس ده صغنون، ده بتاع اطفال؟ لا بناتي. بنت. تلبسه. ده يكفي. هيجي مقاس حضرتك. لا استحاله. ايه ده؟ ناقص حضرتك ده جه؟ فين؟ طب يا جماعه اهو 750 جنيه، وده كمان اشكال مختلفه. الله
طب ده ب 750 برضو؟ اه. طب ده شكله احلى يا ولاد عشان شكله اكبر يعني يبان اكتر يعني فاهمين؟ ده يبان يعني الدليات اللي فيه اكبر فيبان انه ايه اتقل. 750 جنيه أوه. مفيش حجه. بدل ما تجيب يا خايب بدل ما تجيب دبدوب من فضلك هات انسيال. وده كمان ما هو ده زي ده بالظبط. لا ده فيه فراشات. ده فراشات؟ اه ده كفوف وده فراشات. اه ده فراشه من جوه وده من جوه فيه كف. لا هو ده فراشه برضو. اما اقول لك ده فراشه تقول اسمع الكلام. شفت بقى اسمع الكلام ده وانا نظري ضعيف اساسا. بالنسبه بقى لموضوع الفراشات ما بص حضرتك الخاتم ده اتفضل الخاتم اللي هو الفراشتين ده كله سعره الله تحفه. ده سعره حوالي 1300. يا سلام بقى لو 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 جبت لعروستك هديه اهو ده. نشيل ده عشان بابا استنوا. طيب لو جبت لعروستك انسيال والخاتم ده يعني في انسيال في فراشات وجيب لها الخاتم ده كمان. ده بكام؟ ب 1000 وكام؟ 1200. 1200 والثانيه ب 750 يعني 1000 جنيه تقريبا كده 1950. طب اقول لك على حاجه وحياه ربنا يعني ارخص من الشوكولاته بالظبط. لو رايح لخطيبته ده ما تجيبلهاش شوكولاته تجيب لها حاجه ذهب. خليك ناصح وتدخل بقيمتك كده. اه طبعا. اتفضل شيريهان كنت بتقولي لي ايه يا قلبي؟ طيب احنا يعني الحاجات الحقيقه دي تحفه تمام. وانا شايفه من وجهه نظري فعلا اللي بيفكر صح بدل ما يروح لخطيبته ولا بتاع يجيب شوكولاته ودبدوب في عيد الحب هيكلفه اكتر من 2000 جنيه بالظبط. فنجيب لها هديه ذهب. خليك ناصح ها عشان حماتك حتى تنبسط كمان. لا يعني ما تجيبش حماتك دلوقتي هتلاقي في عيد الام او ممكن تجيب من دلوقتي وتشيله عيد الام. فرصه نلحق الخصم. الذهب ممكن يزيد. انت قلت الجمله اكيد هيزيد. انت قلت الجمله دي ولقيت الاسبوع اللي بعده ارتفع جدا جدا. طيب شريهان بتقولي اسالك كمان على فكره الاستثمار. لو انا حابه استثمر بقى انا الحاج امه العروسه تمام او الحاج امه العريس ومحوشه كده قرشين من مصروف البيت حلوين فعايزه اجي استثمر تشور عليا اشتري ايه؟ ممكن نشتري غوايش 21 او عموما الذهب ال 21 يعتبر. وفي غوايش مصنعيتها مش كتيره قوي يعني. لا الغوايش بتبدا مصنعيتها بسيطه يعني. ماشي تمام يعني. عندك حاجه منهم كده نشوف؟ لا الغوايش مش دلوقتي. انت مش مركز في المامهات. لا مركز في المامهات جدا. انا عندي تشكيله كبيره في المحل من الغوايش والشغل ال 21 عموما. طيب استنى انت وعدتني بحاجه. انا اول ما مايكل جه قلت له فيه انا بدور على حاجه بقالي كتير جدا جدا. انا مش من عشاق الذهب قوي يعني مش هكذب عليك بس بنتي بتحبه جدا يعني. بس انا بدور على حاجه بقالي سنين. انا قلت له تسمع عن حاجه وانت صغنطوط كده عن حاجه اسمها حلق مخرطه؟ قال لي اه طبعا. حلق المخرطه ده بتاع جدتي الصعيديه يعني يعني الستات الكبار هيعرفوا ايه حلق المخرطه. فانا بدور على حلق مخرطه من بتوع زمان اللي هو بتوع الصعيد اللي جدتي كانت لابساه. فقال لي هيكون عندك الاسبوع ده. انت بتهزر؟ قال لي والله المخرطه المخرطه. قال لي في مودرن ممكن. قلت له لا انا عايزه المخرطه القديم بصناعته القديمه. قال لي كل حاجه عندي موجوده يعني حتى جدتنا اللي عايزين نساعدها ونجيب لها حاجه ذهب ممكن نروح نلاقي لها حاجات ذهب حلوه كمان يعني كل السن. طبعا انت كل الحاجات دي في منتهى الشياكه لبناتنا الصغيرين الحقيقه تحف. طبعا. لكن الام ممكن تديها كل حاجاتها موجوده والجده كمان. احنا دايما بس بنهتم يعني احنا بنهتم لما نطلع مع حضرتك ان احنا نناسب ايه يعني الاسعار اللي والشباب والكلام ده كله لان كده كده الحاجات الكبيره هتبقى موجوده. طيب يعني اي حاجه كبيره هتبقى موجوده. طيب. انما المميز الصغير. طيب بولا عايزين نفكر الناس بالفروع بتاعتنا برضه. في الفرع بتاعنا بتاع 115 شارع خلوسي. ده جنب بيتنا. ده لحد دلوقتي 115 شارع خلوسي اللي هو قبل الالبان الجامعه العربيه على طول. بالظبط بعديه على طول اللي هو 111. 111 انتوا المحلين قريبين من بعض. بس ال 111 ده هو اللي افتتاحه قريب. يوم ايه؟ ده يعني قريب خالص. هنقول اول اسبوع ان شاء الله في شهر 2. حلو. قبل الفالنتاين. واعتقد اليوم ده هيبقى فيه عروض بقى يوم الافتتاح تحديدا. ده مميزه. ده بقى اللي هو يعني هيبقى وخصومات. طبعا وخصومات. حضرتك هتيجي تشتري اليوم ده بقى ان شاء الله. طب انا هاجي لك بقى اليوم الافتتاح عشان اخد الحلقه المخرطه ده ان شاء الله. بس تكون جبته باذن الله. لا هجيبه طبعا. طيب انا عايزه بولا يعني بخيالك انت
لو شاب مش عايز طقم على بعضه وعايز يجمع حاجتين اقل شويه بحدود 6000 7000 جنيه معلش برضه ما هو ممكن ما يبقاش حد معاه حتى 10000 جنيه احنا ساعات بنعملها ممكن نجمع له اسوره ودبله اقل من 10000 اقل من 10 طب جمع لي كده حاجه وقول لي يعني ولا هنا دلوقتي صعب موجوده لا عادي طب جمع لي حاجه على ذوقك على يعني احنا ممكن نطلع حاجه زي كده مش لازم ناخد الكولي كامل ممكن ناخد الاسوره والخاتم الاسوره والخاتم دول اقل من 10000 طبعا من غير الكوليه بالدبله الاسوره وخاتم وخاتم ودبله ممكن محبس كمان على الدبله اقل عايز. من 10000 اللي عايزه الكوليه ممكن اللي مش عايزه الكوليه اللي عايزه الكوليه لا احنا انا بقول لاولادي اللي لسه بيخطبوا لان ممكن حد من اولادي مش حتى مش قادر يجيب يعني ولادنا كلهم عايز يخطب وما عندوش ال 10000 جنيه يعني الاسوره والخاتم دول وعليهم دبله ممكن يخشهم في رينج 7 اسوره وخاتم ودبله حلو قوي حلو قوي يا بلاش في اشكال طبعا كتير ما انا عارفه لا ما العروسه تختار بقى العروسه بقى مامتها كمان هتجيب لها محبس مع انسيار رفيع صح وخالتها برضو وخالتها وعمتها يجيبوا العيله كلها ويجوا ينبسطوا هتجمع طب بولا انا برضو عايزه انت ايه اكتر شكل انت شخصيا يا بولا انت حبه انا عايز ذوقك انت في اشكال كتير يعني بصي لا قول لي بصي الشكل ده انا بشوفه ببقى نفسي اديه كل العرسان والعرايس يهادوا بيه نطلع الطقم اللي احنا مشهورين بيه لا امسكه بقى من عندك كده ده اشهر طقم عندنا طيب ماشي في حاجه انت الله جودوا منه برضه كذا شكل الشكل اللي هو ده والشكل التالت بتاعه ده الله ده انت حابب انت حابب الستريت ده حلو جدا تمام ده موضه ده موضه انت حاجه كل شغلك انا مش شايف حاجه يعني حتى بس لو تلاحظي منه الشكل ده والشكل التاني الطويل بس اشكال مختلفه او اللي جنبه واللي جنبه بس اللي جنبه اكبر شويه انت عندك كل المقاسات كمان من نفس الموديل نفس الموديل ده في منه كل المقاسات ما ده اللي احنا مشهورين بيه تريد مارك بتاعتنا والحقيقه كمان اللي انت مشهور بيه ان انت مش بس الشغل السوق المحلي او المصانع المحليه اللي هي الحقيقه ما تفرقش عن المستورد ابدا في منتهى الشياكه والدقه في تنفيذ الحقيقه بالظبط لكن انت كمان عندك مستورد عندي مستورد كتير وعليه خصومات برضو عليه نفس ال 30% طيب بنعيد تاني عندنا خصم 30% على المصنعيه من النهارده لحد اول اسبوع في شهر فبراير وبنعيد تاني العروسه اللي هتروح هي وعريسها العروسه ليها خصم فوق ال 30% مفاجاه بقى والفروع بتاعتنا في خلوصي 115 شارع شبرا شارع خلوصي قبل البان الجامعه العربيه كل في شبراويه هيعرف واللي مش شبراويه يساله يعني فين البان الجامعه وابيعه على طول طيب حاضر يا استاذ عمالين يقولوا لي للاسف الوقت خلص شرفتوني وانستوني ربنا يخليك وربنا يا رب يكرمكم ويساعدكم زي ما انتم بتساعدوا جيلكم الشباب ربنا يخليك شكرا يعني الفقره دي خلصت في فقره ثانيه جايه بس مسجله فما تروحوش في اي حته وهتنبسطوا بيها جدا واشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 4 على قناه المحور وبنت البلد السلام عليكم بس استنوا الفقره اللي جايه دلوقتي معانا الساحره والحقيقه مرات كده بقول ايه بلاش بقى نقول التايتل بتاع دكتور دعاء لان احنا ايه يعني بنقوله كل مره وبناخد من وقت الفقره لكن الحقيقه انا من مشاهداتي لبعض البرامج حقها ان احنا نقول الست دي دارسه ايه وفين وعملت ايه وانجازاتها ايه علشان ما نضيعش سنين التعب على الفاضي معانا دكتوره دعاء سهيل دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا صاحبه مبادره اطفال بلا سمنه شباب اصحاء اول مؤسس لفكره التخسيس اونلاين في مصر مؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسدي انا برحب بحضرتك حبيبتي ربنا يخليك ويعني بفرح جدا لما الاقي ما شاء الله ست ليها علمك في السن الصغير ده لا مش صغير قوي 40 سنه اسم الله الله اكبر لسه يعني لا بالنسبه للدراسات دي كلها وبالنسبه للنتائج دي كلها فلا انت يعني انا بقول نتائجك دي عايزه خبره 60 سنه يا رب يخلي حضرتك وقبل ما ابتدي الحلقه وارحب بضيفي الجميل الاستاذ احمد ازي حضرتك الله يخليك انا فرحانه جدا يا احمد مبدئيا انت معايا الله يخليك فرحانه لاني مخضوضه
كمان يعني ده بقى يعني بنسميه بداية جني الثمار اللي يعني ما شاء الله الحمد لله يا رب لسه المبادرة ما كملناش فيها كتير أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء فأول ثمرة هيبقى أحمد فاقد معانا ما شاء الله ما شاء الله يعني 35 كيلو لا وكان معانا في وقت وجيز لا وحبيبتي كان معانا كمان شباب اصحاء يعني اصغر بكتير ما هم مش يعني انا بتكلم اول واحد في السن الثلاثيني لكن 16 سنه كان عبد الرحمن تقريبا الحلقه يعني لسه طالع من مرحله الطفوله للشباب طيب بره بقى الموضوع نجاحاتك دي كلها لما بتشوفي الدنيا كلها بتكرمك مسابقات ومهرجانات وتكريمات واستفتاءات جماهير ولما بتشوفي الكلام اللي بيقولوا عليكي الناس اللي اشتغلوا معاكي او يعني تعالجوا معاكي من مرض السمنة بتبقي عايزة تهدي النجاح ده لمين او بتقولي يا رب اكرم مين علشان النجاح ده كله السبب فيه فلان وبابا الله يرحمه وماما ربنا يطول لي في عمرها يا رب يا حبيبتي بابا علمني ازاي انجح كان يقول لي اقعدي يا دعاء اسمعي المدرس او الدكتور في الجامعه اسمعي اكتر ما تتكلمي اسمعي حتى لو زميل ليكي بيجاوب شيء اكيد هتستفادي منه اتعلمي من اي حد واوعي تقولي انا خلاص كده اتعلمت عشان كده حياتك مستمره وبترسلي جامعات اجنبيه وما زلتي لحد دلوقتي على اطلاع دائم الحمد لله ودايما ادور الابحاث الحديثه فيها ايه واكيد يعني مصر مليانه دكاتره فاكيد استفاد من اي حد وعايزه اتفوق في شغلي وده شيء اعتقد انه مشروع يعني وانت حققاه وامي دايما هي في ظهري ودايما دعم ليا ربنا يديك الصحه يا ماما وطول العمر يا رب امين يا رب والله العظيم يعني انك دايما في وسط نجاحاتك تبقي بتدعي لابوكي الله يرحمه الله يرحمه ويسامحه وتشكري والدتك ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب واحنا كمان بنشكرها ان انت موجوده معانا يا رب يخليك يا حبيبتي ربي يخليك طيب احمد ايه الجمال ده ربنا يخليك كلمني بقى عن التجربه وازاي او اللحظه اللي انت خدت فيها القرار وقلت انا لازم اروح لدكتور دعاء والله انا خدت التجربه شفت كنت متابع مع كذا حد بره الدكتوره كان في حد قريبي دكتور صيدلي فكنت جبت منه كذا جرعه بس فضلت بدات معاه شويه لحد ما وصلت ل 120 ووقفت الكلام بقى زهقت كتير قوي 120 انا كنت اكتر من كده اكتر من 120 كنت لا كنت حوالي 138 140 كيلو حاجه زي كده وفضلت اخس مع اللي انا كنت معاه دول لحد ما وصلت حوالي 120 115 ورجعت بطلت فترة شهرين ثلاثه زدت بال 117 استنى 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 الله اكبر انت ده؟ يا عم بص يا عم ايوه وفي صوره كمان زي العربيه بعد ما خسيت كمان لا اله الا الله لا 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 انا انت اللي قاعد قدامي ده؟ انا اللي قاعد قدامك دي ولا في حاجه يا ما شاء الله يا ما شاء الله عليك كله بفضل الدكتور دعاء يا حبيبي يا دكتور محترم يا ربي يخليك يا ربي يخليك شفتي الفرق يا لهوي يا جماعه هنا يدي سنه شاب 30 انت هنا ابو ابو ده يا الراجل ده ابو احمد الخساره في الوزن مكسب في الصحه ومكسب في الثقه في النفس ان انا اكون قادر ان انا اعيش حياه طبيعيه حياه صحيه اكون شاب مثالي قوامي رشيق كل ده وثقه والله عظيم الصوره طبعا كلها ثقه يعني قوله ارجع للدكتوره دعاء يا رب يخليك يا حبيبي لله ربنا اداه الصحه يا رب يخليك بعد ما وصلتك بفضل ربنا طبعا وبفضل باذن الله الكورسات بتاعتها طبعا وعلمها للمنطقه او للوزن ده تقول لها ايه؟ لا شكرا يا رب يخليك يا حبيبي هو الموضوع ان احمد زي اهالينا يعني معاه ميكروباص وشغله ان هو سواق ده شيء شاق على فكره طبعا جدا بس قاعد طول اليوم على قاعد ده هو السبب ان هو دايما قاعد الحركه يكاد يكون منعدمه الحرق معدوم اي حد معاه عربيه بيستسهل ان ياخد عربيته لا ده شغله قاعد على طول قاعد على طول يعني مفيش حركه يعني مفيش حرق الوجبه الاساسيه بتاعته بالليل قال لي ان مراته بتطبخ كويس وقال لي ان والدته بتطبخ كويس فدول حطوه في ازمه ان انا لا اروح بالليل الاقي الوجبه الرئيسيه بالليل ولذلك اكلها وانام اكلها ايه بقى؟ اكلها محشي واكلها بط واكلها حاجات كده محشي بالليل دلوقتي علبه الزبادي بالليل انت بتتكلم بجد؟
والله انا بتكلم بجد. انت بتحرجني يا احمد قلبي زماني. اه طب ما بتحسش لما بتاخد الكورس ما بتحسش باي جوع بجد؟ حسيت بجوع ولا حاجه؟ بكلم دكتور اياد بيقول لي كل تفاحه كل خيار. بتتكلم دكتور اياد؟ اياد الشامي ده اللي مسؤول عن الحلقه. تابع معايا. ايوه معايا دكتور تمام 100 100. دكتور اياد دكتور محترم. واحده بالليل 12 10 الصبح في اي وقت ما ردش تليفون برد واتس يا حبيبي. يعني معايا في اي وقت. انا انت بتختاريهم فريقي متابعين. ولازم الخبير او الخبيره اللي اشتغل معايا. انا ست صعبه شويه في الشغل، ولكن اللي مش مؤمن برسالتنا يتفضل يشتغل برايا. انا متابعه جيده لحالاتي. ما احبش ان انا الخبير يبقى نايم تليفونه بيرن مش متابع جيد لحالاته. ده مش مناخ ولا اجواء نجاح. اذا كنت عايز تكون زيك زي غيرك، انا مش عايز اكون زي غيري. انا عايزه اتميز وعايزه انجح وعايزه اعلم في المجتمع وعايزه الناس تدعي لنا دعوه من زي دعوه احمد دي. أوه. من القلب، هي واصله للقلب وربنا يعني بياخد انما ان انت تكون بعت وخلاص كده هو مش بيع. لا لا هي رساله. يعني معلش افكر الناس. انت حضرتك في الحلقه اللي فاتت كان معانا ابننا عبد الرحمن. ولما مامته بتقول انا يعني في ابن التاني بس ظروفنا ما تسمحش على الهواء على غفله. انت قلت لها ما فيش حاجه اسمها كده، ابنك التاني وهي كمان. طبعا. علشان هي استخسرت في نفسها الكورس الاول وحابه تجيبه له. فلا انا هخصصهم الثلاثه، وان شاء الله السنه طويله ربنا يديكم ويدينا العمر يا رب ويدينا الصحه رب. وان شاء الله يكونوا من ثمار اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء ونجيبهم تاني ان شاء الله. احمد كان شاب حاول يفقد وزن مره واتنين، ولكن هو عايز وصلش للنتيجه دي؟ لا اللي انا شايفاه مع الدكتور اسم الله. فبقى مبسوط قوي. يا احمد انت فرحان قوي. فرحان انا كده يعني ضحكتك فرحان حضرتك. اللي انا مثلا ما كنتش اعرف اروح اي محل اجيب لبس او اروح انزل اي حته في حاجه معينه، انت مجبوره تلبسي ده ازرق اسود ابيض اي، انت مجبوره اللي هو تلبسيه. انا عايز البس تيشيرت، عايز البس التيشيرت ده مثلا نبيتي او احمر، مفيش مقاسك مش موجود. عايز البس بس البنطلون ده اسمر، مفيش مقاس. المقاس اللي موجود ازرق كحلي بيج، اللي هو ده اللي انت موجود اللي هتاخده وتلبسه. مروحش عند حد ما عندوش خيارات، مفيش. هو ده اللي موجود، هو ده اللي انت بتلبسه. عايز مثلا 48 او 46 مصانع دلوقتي روح تاني من 10 15 يوم. كان قد ايه؟ 3 و4 مش كل المصانع. 3 اكس و4 اكس لارج. يا نهار ابيض مش كل المصانع. طب انت كنت متوقع ان انت بعد استخدامك للكورسات مع دكتوره دعاء ومتابعتك معاها ما اتحمست بقى حضرتك اول جرعه؟ لا قبل ما تبدا. لا كنت متوقع ان انت توصل ما شاء الله. كنت بقول اشتغلات قلت هجرب شهر مش هخسر حاجه. لا عايز اقول لك انت جسمك. لا حضرتك انا مش الصراحه على الهوا. على الهوا ولا انا اقول لك انا بقول حاجه غلط؟ دي صراحه لازم انا اقولها. انا شفت بعيني شهر فرق، ثاني شهر فرق، لقيت الدنيا بتتغير معايا في الخمس اشهر ما شاء الله. والست اشهر وانا بثبت بقالي 40 يوم ما شاء الله ما شاء الله. كم كيلو كده توتال؟ توتال كده 79 80 كيلو. توتال 80 كيلو عشان هدوم الشتاء وكده. الله اكبر. وزني امبارح 80 كيلو. الله اكبر يا حبيبي ما شاء الله عليك. الله يخليك. انت جميله. طب انا عندي سؤال بقى بره المنهج واسف انا هساله واكد على غفله يعني ومش عارفه حضرتك هتزعلي مني ولا ايه. لا قول يا حبيبتي. طيب انا دلوقتي باخد الكورسات وفعلا ما عنديش شهيه للاكل وما باكلش، طب انا ازاي ما شاء الله اسم الله صحته حلوه كده؟ طب ما انا هقول لك ليه يا استاذ نشوى. هقول لحضرتك هل اسمه مكمل غذائي؟ فهو كبديل او كمعوض غذائي، بمعنى ان انا قفلت بقه فما بقاش ياكل فمنعته من العديد والعنيد العديد من العناصر الغذائيه، فلازم يكون هناك بدائل من الفيتامينز من المينرالز. زي ايه؟ انا دلوقتي عايزه يفضل بصحه ونضاره جميله أصلاً للبشره. اصل النماذج اللي حضرتك بتجيبيها اسم الله عليهم يعني البشره مشدوده وزي الفل ويعني اسم الله عليك وشك مورد الله اكبر. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن الله اكبر. يعني ما شاء الله ما شاء الله اسم الله. فيتامين سي. ما هو انا مستغربه ازاي ما بتاكلش ووشك حلو يعني. ما هي فايده ان انا لازم احط له هو المكمل الغذائي ده يحتوي على ايه؟ يحتوي على خلاصه برومالين وده حارق جيد للدهون ومنظم جيد لحركه الامعاء لان ممكن ما ياكلش. فيبقى اي حد ما بياكلش بيعمل دايت يقول لك انا عندي مشكله في عمليه الاخراج عندي ساك او كده. تمام. فلازم يكون في علاج لده. مش هستنى لما المريض يجي يقول لي انا عندي ده. المفروض ان انا بديله نسبه مركزه
من البرومالين، وده منظم جيد لحركة الأمعاء، حارق جيد للدهون. طيب إيه تاني لازم يكون في المكمل الغذائي؟ لازم يكون فيه فيتامين سي عشان نضارة البشرة، علشان عندي ما يحصلوش ترهل شحوب البشرة. طيب أنا خايفة كمان بالنسبة لسيدة الشعر يتساقط، لازم يكون فيه بي 12 داخل إيه؟ داخل الكورس. كمان إيه تاني؟ الزنك، علشان أنا عايزة مريضي يخس بصحة ويكون المنتج آمن على الصحة ويكون اتخلص من زيادة الوزن، وأنا يعني بعد ده بقى إنسان تاني، يبقى كله صحة كله نشاط كله رشاقة. الجمال مهم. أول ما خدت الكورس زي بعد شهر زي بعد شهرين نفس الطاقة هي، ولا الطاقة كل مثلا ما بتخس طاقتك بتقل؟ نفس الطاقة، كل ما خس طاقتي بتزيد أكتر والله. طب خساره في الوزن مكسب في الصحه. مرتاح، مرتاح في نوم، مرتاح في نفسه، مرتاح في نفسي، في كل حاجه مرتاح غير الاول خالص. ما شاء الله. يعني الاول كانت بعاني من سكر، سمنه درجه تانية. النهارده في شارع سكر. دول ايه بقى اخبارهم معاك؟ لا تمام، بقى لي 4 أشهر بعمل كل 10 ايام تحليل. الله. بعمل تحليل بعد الاكل بساعتين عشوائي، تحليل سكر في المعمل. ايوه. ما بعملش سريع في الصيدليات ولا الكلام ده، بعمل تحليل سكر في المعمل اللي هو تحليل دم. تحليل بعد الاكل بساعتين عشان عشان يظهر النسبه عندي ايه، بيحصل ايه بقى النسبه ايه. مظبوط تمام. ده كمان في ايام اخيره كده، يعني من شهر كده او 40 يوم كنت عامله، كان قليل. الدكتور قال لي يعني تاكل حاجه تعلي شويه. كمان تاكل حاجه مسكره تعلي. عايز تعلي شويه ما شاء الله. كان 90 قال لها حاول تعلي شويه. اذا احنا فقدنا الخلايا الدهنيه المسببه لمشاكل صحيه فيما بعد، المشاكل الصحيه مش هتبقى موجود. يعني اللي يجي له سكر درجه تانية وهو ملوش تاريخ مع السكر، افقد الخلايا الدهنيه علشان انت بعدها مش هتاخد علاج سكر. اذا انت النهارده تعاني من الام في العظام، في مشاكل في الركب، في الام في، انت افقد الوزن العظام هترتاح. اذا انت بتعاني من ضغط مرتفع فدي خلايا دهنيه عاليه، بيها ضغط الدم مش منتظم مش مظبوط عندك فيفقد الوزن علشان الضغط يتظبط. السمنه مرض ومسبب ل 44 مرض، وربنا يا رب ينعم جميعا علينا بالصحه. قبل ما اختم انا في حاجه كمان لاحظتها يا دكتور، انت بتتكلمي عن الخلايا الدهنيه. انا لما بشوف صور اخواتنا اللي بيجوا معانا قبل وبعد، بلاقي مثلا مناطق فيها كتل دهنيه، مثلا منطقه البطن، منطقه الافخاد، التعامل مع ده الحقيقه بعد بلاقي المناطق دي كمان. يعني انت بتخسسي مناطق، يعني في مناطق. انت حضرتك هاتي صوره احمد واحمد يقوم يقف، ما هو باين اسم الله. لا والله كمان لو وقف اسم الله يعني ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر يا عم، ده احنا منافسين احمد السقا كده. ايه الله اكبر ما شاء الله خالص. يعني الله اكبر. اتفضل اقعد، اتفضل اقعد يا حبيبي. دكتور دعاء انا بشكرك حبيبتي، وبشكر ابوكي وامك. انا اللي بشكر حضرتك دايما على استضافتك الدائمه، واستضافتك شرف، وانا مبسوطه جدا والله العظيم. احنا مبسوطين بنتائج، بتدينا طاقه حلوه. ولسه 2021 ان شاء الله اذا احيانا ربنا وكان في العمر نتائج ان شاء الله مبين. ان شاء الله يا حبيبتي. بشكر احمد طبعا. ميرسي احمد جدا جدا انت شرفتنا. الله يخليك. ميرسي انك معطل شغلك. الله يخليك تحت امرك يا دكتور. وبشكر الساحره الدكتوره دعاء سهيل، بشكرك وربنا ينفع بعلمك يا رب. يا رب يخليك. بشكر حضراتكم جدا جدا. للاسف الحلقه بتاعتنا خلصت. اسيبكم في امان الله، واستنونا على قناه المحور الساعه 4 من السبت للثلاث. سلام عليكم.